في السنغال انطلقت بالعاصمة دكار النسخة الثالثة للمعرض الدولي للسكنة والتعمير والإنشاء، ويحمل المعرض هذه السنة شعار دور السياسة العمرانية في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد سجلت هذه النسخة حضور وزراء السكنة في كل من المغرب والكوت ديفوار ومالي، وستعطي التظاهرة للمشاركين فرصة لاستعراض عدة تجارب في الميدان تم تنفيذها في البلدان المعنية، علاوة على تبادل الخبرات في مجال السياسات الحضرية وخاصة السكن الاجتماعي. استفاد من برنامج مدن بدون صفيح 1.5 مليون مواطن وتحسنت حياتهم بفضله. هناك أيضا برنامج السكن الآيل للسقوط والذي استفادت منه 120 ألف أسرة في المغرب. كما نذكر ببرنامج آخر هو برنامج التأهيل الحضري الذي استفاد منه 1.9 مليون مواطن من خلال تقوية التجهيزات والبنية التحتية. Le renforcement des équipements et de l'infrastructure pour 1,9 million d'habitants.